طب هي احنا بما اننا بنتكلم عن حالة رواس، ايه بقى اللي يعني التقدم اللي هي ان شاء الله في الفترة الجاية كده يعني هتلاحظه؟ نمرة واحد، هتقدر تسلب طولها، تقدر تقف، تقدر ان تمشي شاء الله بعكاز، تقدر تمشي بمشاية. الأول ان شاء الله بإذن الموضوع الله. مش بس عملية وخلاص، عملية، متابعة، علاج طبيعي، كل الحاجات دي بتفرق كتير قوي يعني. ولذلك انك تبقى على كونكشن مع المريض بعد العملية دي بتفرق كتير. طبعا. ان يعني الأعصاب دي الطبيب ما دوره ما بتتشافش غير بينتهيش. بالظبط، الأعصاب دي مش بتتشاف غير بالميكروسكوب. كبر 10 مرات الخيط اللي بنستعمله، هو خيط الرمد او الكاتركت اللي هو 10-0، ده ما يتشافش غير متكبر. عمليات دقيقة جدا، ما ينفعش اي حد دكتور علاج طبيعي يشتغل كده وخلاص. طبعا. العمليات very complex، مش سهلة، ولكن لو حد oriented وعارف ال طريقة العلاج الطبيعي، وفي طبعا تيم كبير بنشتغل معاه في الحاجات دي. بيتابعوا كل طبعا التفاصيل دي. بالظبط. دي اول عملية حضرتك تعملها في مصر، لوحدك؟ في في مصر مصر. دي اول حالة اتعمل في مصر، اول مريض. غير كده طبعا حالات الضفيرة العصبية اللي هي الدراع، انا عامل اكتر من 100-150 حالة السنة ما شاء فاتت. الله في مصر. العصب السابع اللي ما بتعرفش تبتسم او بقها، العصب السابع. ما بعد ورم، ما بعد التهاب، ما بعد حوادث، عندنا حالات كتير قوي عاملينها ونتائج هائلة. عندنا كمان اللي هو السي بي او سيريبرال بولسي، اللي هو الشلل الدماغي، اللي بقى عندهم تخشيبة في ايديهم وفي رجليهم، وبياخدوا بوتوكس وادوية تفك العضلات، وباكلوفان اللي هو الدواء يفك. بنعمل لهم عمليات، عاملين حالات كتيرة جدا والنتائج هائلة. واحنا كبلد ماديا ما تقدرش تستحمل تكاليف البامب اللي هي تمنها قرب $30,000 عشان احنا بقينا تركب متقدمين وبتتغير، جدا في موجودة عندنا، جراحات أنا في الدولة، المخ بتاخد وقت والاعصاب يا طويل. دكتور. بقينا التكنولوجي بقينا متقدمين جدا في جراحات المخ والاعصاب، يعني زي ما حضرتك بتقول دي اول عمليه في مصر، واكيد ان شاء الله هيبقى في يعني فرص بالظبط لناس تانية انها كتير. حالتها تتحسن. يعني قد ايه ده كمان ممكن يفرق بانه سواء مصريين او ناس من بره مصر يقدروا ييجوا ويستفيدوا بالظبط، بالقدرات دي والامكانيات دي؟ ناس كتير النهارده السوشيال ميديا، الفيسبوك، اليوتيوب، السفر، كل ده بيخلي الناس على وعي. يعني انا بيجي ناس كتير جايين دايركتلي اول مره عايزين نعمل عمليه، مش لسه هشرح، لا احنا دخلنا وشفنا نتائج، جايين نعمل عمليه. كل الحالات اللي ممكن تبقى مولوده كده ليها علاج، او العمليه دي ممكن تساعدها، ولا في حالات ممكن نقول لا؟ لا يعني الديبند، لو هو النص التحتاني وانت عندك اعصاب الدراع شغاله، فالفكره ان انت وان انا اخد اعصاب من الدراع ده ما ياثرش على مش الدراع؟ من الدراع، يعني لو العيان دراع وفي مشكله بتاخد اعصاب الضلوع لدراعه، لو رجليه بتاخد اعصاب الضلوع، بتاخد 3 يمين وشمال عشان رجلتين لرجلين بتفرق بعد كده بقى في المكان اللي انا خدت منه خالص. الاعصاب. عند حضرتك قد ايه اعصاب هنا وقد ايه اعصاب هنا، وفي عصب تاني بيغذي الدافراجم اللي هو الحجاب الحاجز، فانت بتاخدي اعصاب زياده. هي الفكره ببساطه شديده، دراع مش شغال والعصب مقطوع من النخاع الشوكي مثلا، او ايوه. رجل نفس القصه، النخاع الشوكي مقطوع، فالسيجمنت كل ده بايظ، مفيش يعني خلاص ديسكونكتد من هنا، مفيش، كانها مش فانت موجوده، يعني مش بتقوم باي حاجه من المهمات بتاعتها. بالظبط. فاللي حضرتك بتاخديه، بتاخدي حاجات زياده زي شجره ليها 20 فرع، تستلفي منهم 3 وتقومي تعدي الحته اللي مش شغاله، توصليها بالعصب او الكابل بالبلدي يعني بالباقي. دايركت. فانت عديتي السيجمنت، كان عندك مثلا حاجه مسدوده وانت عديتيها، او مطب عديتيه. يعني اكنه خلاص انا بلغيه، بس هو بيفضل موجود بالظبط وبخلي بالظبط بوصل بس للمنبع بالبص التاني او بالظبط للمكان التاني. بالظبط. تمام. يعني هي محتاجه شويه لا تريننج دي عادي محتاجه، يعني. لا يعني حضرتك بتحس ان هو ربنا بيختار ناس ربنا معينين يخليك، بطريقه معينه عشان يساعدونا، يعني ربنا احنا يخليك، بنبقى بنساعد بعض، فيعني ربنا يخليك ربنا حضرتك. يكرمك. لا ودي حاجه مهمه طبعا، طبعا يعني طبعا اكيد. واحساس اللي عنده شلل او عنده ما بيحركش ايده او دراعه او طبعا. وشه، يعني احساس مش هيحس بيه غير اللي بيشوفه قبل وبعد.